بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بكم في لقاء جديد نستكمل فيه مع بعض دراستنا في إنجيل القديس لوقا. ابتدي ببعض أبيات من ترنيمة كنا بنقولها زمان في الثمانينات، يمكن ما بنسمعهاش خالص دلوقتي. هي كلمتها متاخدة من المزمور رقم 12 اللي هو إلى متى يا رب تنساني، وبتبتدي بكده: تهت مع يأسي تهت مثل الأمس، عد يا رب إلي عد ونجي نفسي. تهت معياسي تهت مثل الأمس، عد يا رب إلي عد ونجي نفسي. تهت معياسي تهت مثل الأمس، عد يا رب إلي عد ونجي نفسي. لماذا يا ربي تحجب وجهك عني؟ 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 تأمل جراحي، اسمع صوت دعائي، اهدني لبرك، ليس سواك يرعاني. تأمل جراحي، اسمع صوت دعائي، اهدني لبرك، ليس سواك يرعاني. لماذا يا ربي تحجب وجهك عني؟ 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 امنحني خلاصا، توبني فأتوب، أرنم لإسمك، أجري إليك أؤوب. امنحني خلاصك، توبني فأتوب، أرنم لإسمك، أجري إليك أؤوب. عد يا رب إلي، ضع يدك علي، 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 ضع يدك علي. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك لأنك أشرقت بنور وجهك علينا. نشكرك يا رب لأن محبتك غامرة،
دايما يا رب بتحوطنا بيها من كل ناحية، برعاية وحنان وغفران ونور يفرح القلوب. نشكرك يا رب على إنك عطتنا كلامك المحيي يا رب نتغذى بيه كل يوم. هو ده يا ربي تعزيتنا وتسليتنا وفرحنا وغذائنا وبنياننا. باركنا يا ربي بكل بركة روحية، وافتح أذهاننا دايما وإحنا بنقرأ كلامك علشان نتمتع بيه، وعلشان يدخل إلى أعماق قلوبنا وتتبني حياتنا عليه. بارك يا ربي شعبك وأولادك في كل مكان، وبارك يا ربي كل اجتماعات الكنيسة، ودينا تكون اجتماعاتنا دايما يا رب مثمرة وكلها يا ربي للخير وللبنيان وللنمو في محبتك وفي معرفتك. بارك يا ربي وقتنا في هذا الصوم المقدس، ودينا ان احنا ننمو فيه يا رب، وان يكون سبب بركة لحياتنا والتصاق بيك ونمو في محبتك. من اجل شفاعة امنا الست العذراء، ومن اجل بركة كاروزنا ماري مرقس وكل مصاف القديسين، لأن لي كل المجد والكرامة إلى الأبد. آمين. إحنا إن شاء الله النهاردة نخلص الإصحاح الـ12 في إنجيل لوقا. إحنا فاضل لنا في بضع آيات، يعني مش كتير، من أول عدد 54 لحد آخر الإصحاح اللي هو 59. بيقول ربنا يسوع: ثم قال أيضا للجموع: إذا رأيتم السحاب تطلع من المغارب فللوقت تقولون إنه يأتي مطر فيكون هكذا، وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون إنه سيكون حر فيكون. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم، ابذل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه، لئلا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن. أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. يبدو لينا وإحنا بنقرأ دلوقتي إن في موضوعين غير بعض، لكن الحقيقة هما مرتبطين جدا ببعض. موضوع اكتشاف علامات الزمان، والموضوع التاني اللي هو الخصم اللي واخد جاررني للقاضي، والقاضي هيسلمني للشرطي أو المنفذ يعني للأحكام اللي ممكن يحطيني في السجن. الفكرتين يبدو ان هما يعني مختلفين عن بعض، لكن الحقيقة هما مربوطين ببعض زي ما هنشوف دلوقتي، وبرضو مربوطين بالرسالة اللي قالها السيد المسيح قبل كده. يعني هو قبل كده الجزء اللي احنا خدناه على طول اللي فات، اللي هو جئت لألقي نارا على الأرض، وأنا عايزها تكمل وعايزها تضطرم، وجئت علشان صبغة، عشان معمودية أتعمد بيها وكلكم تتعمدوا بيها، وأنا مضغوط ومنحصر حتى تكمل هذه الصبغة. وفهمنا أن دي رسالة الخلاص المقدمة وعمل الروح القدس اللي مطلوب أنه يلهب كل الخليقة وكل القلوب بمحبة ربنا، والكل يتولد من جديد وينال الخليقة الجديدة في المسيح بالمعمودية. وبعد كده لمح السيد المسيح انه بسبب الرسالة بتاعته دي في ناس هتقبل وفي ناس هترفض، والنتيجة في الاخر ان هيحصل انقسامات بين ناس بتقبل وناس بترفض وبتقاوم وبتحارب الناس اللي بيؤمنوا، فيحصل انقسام احيانا داخل البيت الواحد. في ناس بترفض المحبة بتاعت المسيح وبتحارب وشايفين نفسهم هم الصح وبيحاربوا بعنف وبقسوة. طبعا دي مش طريقة المسيح خالص، لكن ولاد المسيح يبقوا متوقعين انه حيلاقوا سيف ضدهم، حيلاقوا احيانا كلام زي السيف، واحيانا افعال فيها اضطهاد، فيها استبعاد، فيها تحقير، وهكذا. فده دي الرسالة بتاعت المرة اللي فاتت، ان السيد المسيح جاي
عشان يلقي نار روح القدوس على الأرض، وعلشان يدي للإنسان خليقة جديدة، وبالتالي هيحصل انقسام. النهاردة بقى بيقول إيه؟ بيقول إن في علامات واضحة لمجيئي، وإنتوا المفروض شفتوها وعارفينها أصلا من النبوات، لأن أنا ما جيتش فجأة. السيد المسيح جه بعد الكثير من التمهيد والإعداد والنبوات اللي جت في العهد القديم والإشارات والرموز وأحداث كتيرة كلها شاورت عليه. فالمفروض إن هما يميزوا ويؤمنوا. طب ولو ما أمنوش، النهاية مش هتكون كويسة، لأنه إذا الإنسان ما تصالحش مع ربنا، الشيطان هياخده ويتحط في النهاية الأليمة مع عدو الخير، في النار المعدة لإبليس وملائكته مش لينا. بس لو الإنسان معرفش علامات السماء ومعرفش مين هو المخلص اللي جاي وإزاي يؤمن بيه وإزاي يخلص بيه وإزاي يتصالح مع الله عن طريقه، لأن يعني المسيح هو المصالح. فاكرين الآية اللي موجودة في أيوب 9:33، آية جميلة ومهمة جدا. في أيوب 9:33 أيوب هو بيتكلم، بيقول كان تعبان طبعا وقتها، بيقول ليس بيننا، بيتكلم على ربنا، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. مفيش حد يصالحنا على بعض، الدنيا مظلمة خالص، هو مختفي خالص وحاجب وجهه عني ومصايب نازلة عليا، حتى جسدي بقى كله مريض، وبعدين مفيش حد يصالحنا على بعض. بس التعبير بتاع أيوب هنا لما بيقول ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، ده معناه إيه؟ ده معناه إنه بيتطلع إلى هذا المصالح. مين هو المصالح غير الابن المتجسد، الكلمة الأزلي الذي صار جسدا وحل فينا علشان يصالحنا مع الله الآب. فهذا التطلع اللي بيتكلم عنه أيوب، يقول لك ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يضع يده على كلينا يعني هو في مستوانا احنا الاتنين. طب وش جاب لجاب؟ ده مستوى إلهي وده مستوى بشري، ده مستوى الله الخالق وده مستوى العبد المخلوق. ما هو المصالح واخد اللاهوت والناسوت فيه، هو بذاته بلاهوته ايده في مستوى الاب، وايده التانية اذا جاز التعبير يعني بحسب الايه بتاعت ايوب، زي ما قلت ايوب 9:33 وبيطلعوه يضع يده على كلينا، يعني يقدر ايه يصالحنا على بعض. فهو بلاهوته مساوي للاب وبناسوته مساوي للبشر، فيصالح الاب على البشر. يمكن ده اللي قاله القديس بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس، يقول نفس الآية تقريبا اللي كان بيشتهيها أيوب على عن هذا المصالح. فيقول إيه؟ يقول الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. أنا آسف، في عدد كورنثوس الثانية 5، عدد من أول عدد 18، يقول الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. فهو اللي صالحنا، هو اللي صالحنا وخلانا نبقى إحنا كمان سفراء لي في العالم، وعطانا خدمة المصالحة نطلب عن المسيح يعني بالنياب عنه، ونقول للناس تصالحوا مع الله. فبدون هذه المصالحة
يبقى مش هتصالح الخصم بتاعك زي ما بيقول هنا، حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم ابذل الجهد وأنت في الطريق علشان تتخلص من الخصومة دي وتصالح. فاللي ما قبلش المسيح واللي ما عرفش علامات الأزمنة وما قبلش المسيح ده ما تصالحش مع الله، هيتحط في السجن حتى يوفي الفلس الأخير. طبعا مش هيقدر يوفي لأنه يعني خلاص اتحط في السجن. يبقى الرسالة العامة بتاعت الموضوع بتاع النهاردة هو المصالحة مع الله، وإزاي نعرف نلقط الرسالة بتاعت ربنا. اشمعنى شاطرين في إن احنا نفهم في حاجات كتير ونعرف علامات؟ لأن كلام السيد المسيح كده بيقول لهم، يعني بتشوفوا السحاب يطلع من ناحية الغرب تقولوا أيوه يبقى في مطر جاي. طب ما معروفة منطقة الشرق الأوسط دي فيها إيه؟ الرياح الغربية العكسية الآتية من المحيط الأطلنطي اللي إحنا عارفينها، بتيجي ومعاها شوية سحاب وإيه؟ وتنزل مطر. فأول ما الواحد يشوف السحاب جاي من بعيد يقول أيوه هيكون مطر، فيكون هكذا. يعني بنفهم أهو، بنعرف نميز حاجات في الدنيا. وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون إنه سيكون حر فيكون. طبعا هوا جاي من الجنوب، طبعا الجنوب منطقة حر، الهواء منها هيبقى جاي حر. فبنعرف نميز حاجات، لكن في الأمور الروحية ما نعرفش. يقول لك أنا ما بفهمش، أقرأ الإنجيل ما بفهمش. طب ليه ما تفهمش؟ ده مش صعب، والروح القدس جوانا يقدر يفهمنا، بس نتودد ليه ونقول له علشان يفهمنا يفهمنا. النهارده بقى محدش له حجه، كل الاسفار موجوده بالتفصيل وباقوال الاباء وعشرات الالاف يمكن مئات الالاف من العظات والتفاسير، وحاجه تفرح، كل حاجه تحت ايدينا. ما ينفعش ان انا اقرا كده قرايه سطحيه واقول انا ما فهمتش. ده انا افرح قوي لما اشوف حد يقول انا قريته وبعدين الآية دي وقفت قدام ما فهمتهاش، فقلت إيه أدور وأسأل. النهاردة طبعا في حاجات يعني أونلاين كتيرة خالص، في برامج مثلا، في برنامج اسمه كاتينا، ده في عربي وفي إنجليزي، وكل آية أقوال الآباء اللي عليها. يا إيه الغنى ده، حاجة مش صعبة، حاجة تحت إيدينا كده نقدر إن إحنا ننزلها تبقى عندنا، اسمه كاتينا، ونقدر عربي وإنجليزي كل آية ندوس عليها نطلع أقوال الآباء، ممكن توصل 14 15 تفسير وتعليق من الآباء على آية واحدة. فكل حاجة بقت قدام عينينا، بس إحنا نبذل شوية جهد علشان نفهم. ما ينفعش يقول عننا السيد المسيح الكلام ده بقى، هو قاله عن اليهود لأن هما ما كانوش عايزين يفهموا، لكن بالنسبة لنا إحنا يقول لهم كده. يعني ما ينفعش ان يتقال لنا نفس الكلام، يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه الارض والسماء، اما هذا الزمان فلا تميزونه، فكيف لا تميزونه؟ ف معنى الكلام النهارده ايه؟ ان احيانا عينينا تكون مفتوحه على امور الدنيا بس مش مفتوحه على الامور الالهيه. عشان كده عايزين تبقى طلبتنا باستمرار، اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من شريعتك. اكشف عن عيني يا رب علشان أشوفك وأشوف طرقك، علمني طرقك يا رب. اديني يا رب إن أنا أفهم وأفهم تدابيرك في حياتي. عرفني يا رب، عرفني الطريق يا رب وعلمني يا رب. عايزين تبقى عينينا مفتوحة. في بعض الناس قيل عنهم ان ده فلان المفتوح العينين، هي قيلت عن واحد هو كان نبي بس يعني ما كانش راجل كويس في الاخر، اللي هو بالعام مفتوح العينين، يعني بيشوف رؤى الله، بيشوف وبيفهم، بيشوف ايد ربنا. يا بخت اللي يعرف يشوف ايد ربنا في كل حاجه، يا بخت اللي يعرف يسمع ويميز صوت ربنا. ما ينفعش يبقى عينينا مفتوحة على حاجات كتيرة في الدنيا وبنفهم في الموضوع الفلاني وبنفهم في الأنواع الفلانية وبنفهم في التخصص الفلاني، والإنجيل نبقى فيه جهلة. ما ينفعش نبقى جهلة في الإنجيل. القديسين كلهم كانوا واعيين قوي وفاهمين الإنجيل كويس، ما فيش قديس كان جاهل في الكتاب المقدس.
الجاهل ده يضل يضل. محتاجين نكون واعيين ومنفتحين على الأمور الإلهية. كنيستنا الحلوة بتفتح عينينا كل يوم وتعلمنا وتقرأ لنا وتفسر لنا علشان نبقى عينينا مفتوحة وعارفين نميز نميز. قديس بولس الرسول مرة كان بيكلم أهل كورنثوس بيقول لهم أنا مش عارف أكلمكم كروحيين، لأن أنتوا عايشين على مستوى الجسد وبتتخانقوا مع بعض وعاملين أحزاب، مش قادر أكلمكم كروحيين، سقيتكم لبنا لا طعاما. وبيوصف في حتة تانية بيقول الطعام القوي للبالغين، في عبرانيين بيقول كده، بيقول يعني البالغين روحيا اللي هم صارت لهم الحواس مدربة للتمييز بين الخير والشر، يعرف يميز كويس. اللي مبتدئ ما يعرفش يميز، لكن مع مرور الوقت يبتدي يتعلم يميز. لو طفل صغير يدوب بيتعلم مثلا الألوان، تقول له ده أحمر، خلاص يعني كويس انه عرف ان ده احمر وفرق بينه وبين الازرق وبين الاخضر، ده كويس قوي ان هو يعرف يا دوبك يميز اللون. طب الكبير؟ لا، الكبار تبص تلاقيهم بقى عندهم حواس مدربة يميز 10 اصناف من الاحمر، وده كذا وده كذا، هم كلهم داخل الاحمر بس في الوان متداخلة كده، ويقول لك ده بينك ده بيربل ده احمر مش عارف انجليزي ده كل، وده أحمر نبيتي. إيه ده؟ الحواس بقت مدربة. برضو كده في الحياة الروحية لازم نعرف نلقط ونفهم. لما نقرأ كتير ونقرأ تفسير الآباء نفهم، وحواسنا بتتدرب. يعني الهدف من الدراسات اللي احنا بناخدها دايما دي علشان تنمية الذوق الروحي والحواس، عشان كده بقدر الطاقة بنحرص إن نجيب أقوال آباء علشان نشوف الآباء فهموا إزاي وتعلموا إزاي، فبقت الحواس بتاعتهم إزاي كانت مدربة وعلى مستوى روحي عالي، فإحنا كمان حواسنا الروحية تنتبه وتعلى وتعلى في مستواها. فأول حاجة عايزين نركز عليها النهاردة إن عينينا تبقى مفتوحة على الأمور الروحية. طيب، وهل العينين دي ممكن تتأثر بالانشغال بالأمور المادية فما تشوفش الأمور الروحية؟ بالظبط ده اللي حاصل عند ناس كتيرة فينا، إن احنا بنتشغل قوي بأمور المادة وأحيانا بعيد عننا بالخطية. عينينا بقت أحيانا مش مدربة في الأمور الروحية لكن بتروح ناحية الخطية وبتشتهي وبتركز في حاجات مش مظبوطة. كل دي تطمس العين الروحية، تطمس الطهارة والنقاوة، متخليش العين رايقة عشان تشوف، متخليش العين نقية علشان تقدر تشوف الأمور الروحية. ودي عايزة توبة وتنقية علشان الشوائب دي، العين اللي اتعودت على النظر بطريقة غلط واللي اتعودت على الانتقاد واستخراج عيوب الناس والتشهير بيهم، والعينين اللي اتعالت كده على الآخرين، العينين دي ما تشوفش كويس الأمور الروحية. ويمكن ده أحد الملامح بتاعت عينين الفريسيين المرائين، إن هما كانوا عينيهم متعالية جدا، شايفين نفسهم أعلى من غيرهم، فبالتالي ما كانوش عارفين يميزوا. عشان كده السيد المسيح قال لهم يعني بتعرفوا تفهموا في الطقس الجو، يعني وازاي ان السحاب ده معناها ان في مطر هيجي بعد شوية، وان الريح مدام اتجاهها كده يبقى في حر هيجي بعد شوية، يعني بتعرفوا تميزه. طب والامور الروحية ما بتعرفوش تميزه ليه؟ في عوائق، في عين متكبرة. لما يكون في كبرياء في القلب الانسان يتعمي ما يشوفش، الكبرياء بيعمي، محبة المظاهر بتعمي، خلي الانسان ما يهتمش بالجوهر. وهم كانوا غرقانين في حب المظاهر وغرقانين في طلب الكرامة من الناس، زي تلاقي كل واحد كده ايه عامل لنفسه شلة وبيمدحوه بيهتفوا باسمه وبيمجدوه، زي الناس اللي يعني
تعمل لنفسها كده مجموعة كده حواليها، وكأنهم يعني هو مش لوحده، هو معاه ناس يمكن دافع لهم ولا حاجة. لا لا لا، ولاد ربنا بيبصوا لجوه، عايزين ما وراء هذا العالم، هو ده اللي هيرايحين له، هو ده اللي بيجهزوا نفسهم ليه، هو ده اللي عينيهم الروحية منفتحة عليه. وهكذا الحواس كلها مش بس العين، الودن مثلا بتسمع ايه؟ عشان كده السيد المسيح كان دايما يكرر من له أذن للسمع فليسمع. ما كل الناس عندها ودان، لكن في ورا الودن المادية دي في ودن روحية، ورا العينين دي في عيون القلب، والكنيسة تلفت نظرنا ليها باستمرار. حتى في الصلوات نقول نرفع إليك أعين قلوبنا، نرفع إليك أعين قلوبنا أيها الرب الغافر أثامنا والمخلص نفوسنا من الفساد. فالمهم العين الداخلية والودن الداخلية. للأسف الفريسيين دول كانوا لهم أعين ولا يبصرون، ظلمة الخطية غطتها، الغش، الرياء، محبة العالم، محبة المظاهر، كل ده غطى على العين، فلهم أعين ولا يبصرون. وصفهم هنا السيد المسيح إن هما مرائين يعني، وبرضه بيقول لهم كده إيه، لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ يعني مرائين وما بيحكموش بالحق، بيجاملوا على حساب الحق من أجل مصالحهم يعني. يعني أو يجامل علشان خاطر هيطلع بمنفعة معينة، أو علشان هو ما يطلعش غلطان في الآخر، مع إنه الاعتراف بالحق وبالخطأ حاجة كويسة، والإنسان يعترف إنه كان غلطان ويصلح نفسه، لكن لا يعاند ويكابر، طبعا ده يزود الظلام اللي في العينين. فبالتالي لما الإنسان يكون يعني بالوضع ده تلاقي موازينه مختلة، وبيهتمش بالداخل لكن كفاية عنده الخارج. مرة كان أنبا أنطونيوس قاعد مع مجموعة من تلاميذه بيتناقشوا، فحد سأل سؤال، إيه هي الفضيلة الأعظم؟ فكل واحد قال حاجة، يعني اللي قال المحبة، واللي قال التواضع، واللي قال أعمال الرحمة، واللي قال الأمانة. وبعدين أنبا أنطونيوس ما كانش بيتكلم، ففي الآخر قالوا له طب وأنت تقول إيه يا أبانا؟ قال أنا شايف في حاجة مهمة لازمة لكل فضيلة. قالوا له إيه؟ قال لهم الإفراز، التمييز. كل فضيلة من غير الإفراز، إفراز يعني التمييز أو الحكمة، كل فضيلة من غير الإفراز ممكن تنحرف، ممكن تروح في اتجاه غلط، وممكن الشيطان ياخدها ويستخدمها ضد صاحبها ويؤذيه بيها لما تتطرف أو تنحرف في اتجاه مش لمجد ربنا لكن لمجد الذات أو لإرضاء الناس أو وهكذا. فالتمييز والإفراز حاجة مهمة، الإنسان اللي بيبقى عنده اتزان وحكمة. فالجماعة دول مش بيحكموا، لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم، لأنهم كانوا مرائين وكانوا يهتموا بالخارج، وناسين إن الداخل هو الأساس، والداخل ينضح على الخارج. لما الواحد يهتم بالداخل بنقاوة الخارج، بنقاوة الداخل الخارج أيضا يتطهر. طيب سؤال، كيف نميز الزمان؟ السيد المسيح هنا بيلومهم، بيقول لهم يعني يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ طيب إزاي إحنا بقى نميز؟ إزاي نميز؟ إيه الحاجات يعني ناخد شوية تدريب كده
إزاي نبقى عندنا فضيلة الإفراز والتمييز ونعرف نلقط رسالة ربنا باستمرار، سواء إحنا بنقرأ الإنجيل أو إحنا بنسمع كلمة ربنا أو إحنا في ظروف، في موقف، في أحداث بتحصل حوالينا. أول حاجة طبعا علشان يبقى عندنا تمييز وإفراز، نفحص الكتب المقدسة ونفتش بروح اتضاع وصلاة، يعني أقرأ، وزي ما بيقول السيد المسيح فتشوا الكتب، فتشوا الكتب، أو زي ما بيوصف أعمال الرسل أهل بيريا في الرحلة التانية للقديس بولس الرسول. هو أول حتة راحها في أوروبا كانت في الرحلة التانية، كانت فيليبي، وبعد كده نقل منها على تسالونيكي ونقل منها على بيريا، دول كلهم في شمال اليونان، مقاطعة مكدونيا اللي هي في شمال اليونان وجنب بعض. فبعد فيليبي راح تسالونيكي وبعدين راح بيريا. فهو بيوصف أهل بيريا بيقول إيه؟ بيقول هؤلاء كانوا أشرف، الشعب بتاع بيريا يعني، كانوا أشرف من الذين في تسالونيكي، إذ كانوا يفحصون الكتب كل يوم، كانوا بيقعدوا يفحصوا الكتب ويدرسوا. ففحص الكتب كل يوم ده يدينا إفراز وتمييز بروح اتضاع كده، يعني أنا أحط نفسي تحت كلمة ربنا، مش أنا بنتقد وبشوف كده إيه اللي يمشي معايا أخده واللي ما يمشيش لا مش عايزه، لا ده أنا أخلي الكلمة تنور عليا وتكشف ضعفاتي، أنا أبقى تحت الكلمة مش أنا فوق. أول حاجة عشان نكتسب الإفراز ونميز علامات الزمان لازم نفحص الكتب المقدسة بالتضام. نمرة 2، نتقبل الاستعلان الإلهي. يعني دايما ربنا حابب يكشف نفسه بس احنا اللي ما بنديلوش فرصة، لا نفتح قلبنا وناخد نسمع كويس وننصت كويس ونقرأ ونتعلم ونصلي ونقول يا رب اكشف لينا، اكشف عن عينينا يا رب، فهمني فأحيا. نقبل هذا الاستعلان الإلهي. سيد المسيح بيستعلن نفسه، جاي يكلم الناس واخد جسد زيهم بالظبط، هو الكلمة الأزلي أخلى ذاته واخد شكل العبد. عايزين إيه بعد كده؟ نفتح قلبنا ونستقبل كلامه ونقبله ونعيش بيه. فنتقبل هذا الاستعلان الإلهي اللي ربنا بيديهولنا باستمرار من خلال كلمته، من خلال تعليم الكنيسة، من خلال كل موقف بيحصل قدامنا تلاقي ربنا بيكلمنا، نتقبل هذا الاستعلان الإلهي. نقطة كمان عشان نميز الزمان، لازم نعود نفسنا إن احنا نتأمل في أعمال الله اللي حوالينا، في خلقته، في ترتيباته، في تدابيره، نتأمل بروح الصلاة، نقول يا رب اكشف عن عينينا، فهمنا يا رب، علمنا، عايز تقول لنا ايه يا رب؟ عايز تقول لنا ايه؟ نتأمل، السماوات تحدث بمجد الله. الكلام ده يعني ايه؟ يعني في أسرار كتيرة والدنيا الخليقة الجميلة دي بتحدث بمجد الله، بس مين اللي بيسمع؟ مين اللي بيلقط؟ السماوات تحدث بمجد الله، يعني لو ركزنا كده شوية هنلاقي الخليقة كلها بتتكلم عن ربنا وعن حبه وعن تدبيره وعن حكمته الفائقة. فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، ويوم إلى يوم يبدي قولا وليل إلى ليل يظهر علما. يعني هو بيكشف كل يوم، بيكشف لنا بس احنا نستقبل. فنطلب نتأمل في الخليقة بتاعته في ترتيباته بروح الصلاة. أيضا علشان نكتسب روح الإفراز ونعرف نميز الزمان، لازم زي ما قلت ننقي قلبنا، لازم نهتم بتنقية قلوبنا علشان عينينا تستنير. ما العين المطموسة هتشوف إزاي؟ العين اللي مهمومة والقلب اللي مهموم هيشوف إزاي؟ على رأي السيد المسيح لما اتكلم عن الأشواك وقال إن دي هموم العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء، أشواك تخنق الكلمة وتطمس العين، الغرور والهموم والشهوات تطمس العينين.
فلازم نتنقى منها. فرصة التوبة دي ما تتأجلش، دي كل يوم، دي كل لحظة نصلي ونطلب، وربنا يدينا القلب النقي ويدينا العينين المستنيرة. لكن إذا كانت القلوب مشحونة بالغش وبالكذب ومحبة أباطيل العالم، طبعا ده هيطمس عيون القلب ويحجب الرؤية، فالإنسان ما يعرفش يميز. قديس أغسطينوس في الجزء ده بيقول إيه؟ بيقول: يوبخ الرب الذين يعرفون أن يميزوا وجه السماء. وجه السماء يعني يقصد المناخ، يعني الحر والبرد والمطر والسحاب. يوبخ الرب الذين يعرفون أن يميزوا وجه السماء ولا يعرفون كيف يكتشفون وقت الإيمان إذ اقترب ملكوت السماوات. يعني الأهم من السماء اللي هي الغلاف الجوي ده، ملكوت السماوات اللي اقترب، اللي لازم نكون بنعرف نميزه ونفهمه ونستعد ليه. فلا يعرفون كيف يكتشفون وقت الإيمان إذا اقترب ملكوت السماوات. الجزء الثاني أو الفقرة الثانية مرتبطة زي ما أنا شرحتها بالجزء ده، إن اللي ما بيعرفش يميز، والمسيح المصالح جه وإحنا ما بنقبلوش، طب النهاية هتكون ايه؟ النهاية مش هتكون كويسة. فبيقول هنا اهو: حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم، ابذل جهدك وأنت في الطريق لتتخلص منه، يعني راضيه وخلصه، وإلا أنت لسه في الطريق دلوقتي، لكن لو ودك للحاكم وعليك تهمة أو عليك قضية أو في حاجة عريضة اتهام مثبتة ضدك، الحاكم هياخدها هيحكم عليك، يقول لك لئلا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم. هنا الحاكم يعني الشرطي أو المنفذ الأحكام يعني، فيلقيك في السجن. طبعا مش هتعرف تخرج، مش هتعرف تخرج. فلو ما قبلتش المسيح، مفيش مصالح، يبقى هتنتهي نهاية مش كويسة. طبعا المثل ده اتذكر في انجيل متى وفي انجيل مرقس، المثل فيه معاني كتيره، والاباء الحقيقه ترجموا المعاني دي باكتر من طريقه. تعالوا نشوف يعني الاول المثل بوجه عام، هو مثل تحذيري، يعني بيقدم لنا نصيحه قبل وقوع الكارثه، نصيحه تحذيريه قبل وقوع الكارثه. فنخلي بالنا انه في يعني احنا في الطريق عندنا وقت نخلص الموضوع، والا هيحصل ايه؟ هيحصل الموضوع هيتعقد ومش هيكون له حل. فنخلي بالنا. طبعا ببساطه المثل بيحث على التوبه والمصالحه مع الله، بيحث على التوبه قبل ما يجي وقت العقاب. ده كده باختصار المثل بيحث على التوبه. مين هو الخصم؟ ممكن تفسير الخصم بأنه هو ضمير الإنسان. ساعات ضمير الإنسان يبقى هو اللي بي إيه؟ بيأنبه، بيقول له لأ كده أنت ماشي في سكة غلط، كده الكلام ده ما ينفعش، كده السلوك ده مش حسب ولاد ربنا، كده العمل ده ثمرة بتاعته موت. فالضمير هو الإيه؟ الخصم. أتخلص منه مش إن أنا أسكته، أتخلص منه يعني أتصاحب عليه بدل ما يبقى هو عدوي وخصمي، أسمع كلامه وأقدم توبة. ففي النهاية هي الرسالة رسالة توبة، لكن الخصم ممكن يكون الضمير. الخصم ده ممكن يكون برضو صوت الروح القدس جوانا. طبعا القاضي مفهوش مشكلة، القاضي هو الله، هو اللي هيدي الحكم في الآخر، اللي هيقف قدامه الكل لكي يجازي كل واحد حسب أعماله. والحاكم أو الشرطي طبعا هم الملائكة المنوط بيهم تنفيذ الأحكام، اللي هم بياخدوا يقولك يأتي الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار والأشرار يطرحونهم في أتون النار. فالمنفذين الأحكام دول هم الشرطي ده هو الملائكة. بعض الآباء فسر الخصم، أنا قلت إنه ممكن الضمير ممكن الروح القدس، بعضهم فسروا الخصم بأنه هو عدو الخير،
أو إن هو الخطية وأنا لازم أتخلص منه، مش همشي معاه، لازم أتخلص منه. الخطية اللي إحنا يجب إن نبذل كل جهدنا إن إحنا نتخلص منها قبل ما تتسبب في دينونتنا. يبقى الخصم ممكن يكون الخطية اللي لازم نتخلص منها قبل ما تتسبب في دينونتنا. وزي ما قلت، البعض بيفسر الخصم بأن الروح القدس اللي بيبكتنا على الخطية. يعني عارفين احنا في غلاطيا 5 يقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. وبعدين يقول لا تحزنوا روح الله الذي به ختمتم ليوم الفداء. فاسمع كلام الروح القدس، ما تحزنوش وما تطفيهوش ولا تقاوموا الروح. فممكن يكون الخصم هنا هو الروح القدس اللي عايز ياخدنا في صفه، مش ان احنا نفضل معتبرينه خصم ونقاوم. بعد كده لما بيقول لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير، طبعا يعني هنا المعنى توفي الفلس الأخير يعني استنزاف كامل للإنسان بسبب الخطية. خطية نتيجتها في النهاية هتستنزف الإنسان بالكامل، تؤدي إلى هلاكه بالكامل. بس كلمة حتى، في ناس تقول إيه؟ تقول يعني يبقى بعد ما يوفي الفلس الأخير إيه؟ هيطلع من السجن. لا، مفيش حاجة بتقول كده هنا. وكلمة حتى مش بالضرورة تعني إن اللي بعديها هيبقى متغير عن اللي قبلها، لأنه يعني لما بيقول حتى توفي الفلس الأخير، هو أصلا هيستطيع أن يوفي؟ هو مش هيقدر يوفي. يعني زي ما يقول فلان مثلا لم يدخل هذا المكان حتى مات، مش معنى كده انه بعد ما مات دخل المكان. فكلمة حتى مش بالضرورة ان الجزء اللي جاي بعدها يبقى مختلف عن اللي قبله. فحتى توفي الفلس الاخير يعني اصلا هو مش هيقدر يوفي الفلس الاخير، ولكن مش معناها ان في بعدها الوضع هيتغير وهيخرج من السجن. يعني المقصود انه النهاية ابدية، سواء في الفرح او في بعيد عننا مع ابليس وملائكته، النهاية نهائية ما فيهاش تغييرات. النقطة الأساسية لو خدنا ربطنا الكلام اللي فات بتاع المسيح المصالح مع المثل ده بتاع الخصم، ان احنا محتاجين هذا المصالح اللي يصالحنا، يصالح بيننا وبين الآب. فما كناش هنتصالح مع الله قبل الدينونة، ومفيش طبعا مصالح إلا شخص ربنا يسوع المسيح. عشان كده هو قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، وليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وأنا هو الطريق. فبدون الثبات في المسيح وبدون إن احنا نبقى أعضاء في جسد المسيح لن يكون لنا حياة، ولن نصل إلى إعادة أو استعادة الشركة والمصالحة مع الله. برضو قديس أغسطينوس هنا له تفسير عجيب قوي، بيقول إيه على الخصم؟ شوفوا كده الرأي اللطيف بتاعه ده. بيقول لننظر من هو هذا الخصم الذي يجب أن نتفق معه، يعني نتصالح معه حتى لا يسلمنا إلى القاضي. إن كنت تخطئ فكلمة الله تكون هي خصمك. حتى هنا الخصم كلمة الله. إذا كنت بتغلط كلمة ربنا تبقى هي خصمك، لأنها نور بينور يكشف لك الظلم، وكلمة واهبة للحياة. وأنت كده لو بتغلط تبقى أنت ضد كلمة ربنا، فتبقى كلمة ربنا هي خصمك. إن كنت تخطئ فكلمة الله تكون هي خصمك. إنها خصم لإرادتك حتى تصير مصدرا لخلاصك. هي خصم لإرادتك، يعني الإرادة اللي راح مايلة ناحية الخطية دي، الكلمة دي هتبقى خصم للإرادة المنحرفة دي، لحد عشان
تظبطك وتكون مصدرا لخلاصك. كلمة الله تكون هي خصمك، إنها خصم لإرادتك حتى تصير مصدرا لخلاصك. يا له من خصم صالح ومفيد. كلمة ربنا ده خصم حلو قوي. يا لها من خصم صالح ومفيد، إنها خصمنا ما دمنا نحن خصم لأنفسنا. بس كنا احنا مش عارفين مصلحة نفسنا وماشيين في سكة غلط وكأننا فعلا خصم لنفسنا. ساعات الإنسان يبقى عدو لنفسه، ماشي ورا شهوات معينة يبقى بيبهدل في نفسه. فإنها خصمنا ما دمنا نحن خصم لأنفسنا، أي ما دمت أنت عدوا لنفسك فستكون كلمة الله عدوا لك. ومن هنا نفهم طبعا أن كلمة ربنا في صالحنا دايما، في صالح نفسنا. إذا كنا إحنا أعداء لنفسنا بسلوك مش مظبوط، فكلمة ربنا تبقى عدو لينا لحد لما ترجعنا لنفسنا للخير، لخيرنا. ما دمت أنت عدوا لنفسك فستكون كلمة الله عدوا لك. كن صديقا لنفسك فتكون في اتفاق مع كلمة الله. فده تفسيره للخصم. بعد كده أما الطريق فهي هذه الحياة، الطريق اللي احنا ماشيين فيه، الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي. إن صارت لك إرادة صالحة مع خصمك واتفقت معه فستجد عوض القاضي أبا. لو اتصالحت مع كلمة ربنا هتروح عند القاضي تلاقيه أب. ربنا هيبقى في الأبدية أنت ابنه، أنت حتة منه، أنت عضو في جسد ابنه الوحيد، بقيت ابنه بالتبني. فستجد عوض القاضي، القاضي العادل في يوم الدينونة، يبقى أب ليك، ياخدك في حضن. فستجد عوض القاضي أبا وعوض الشرطي القاسي ملاكا يحملك إلى حضن إبراهيم. وعوض السجن تجد الفردوس. انظر كيف تتغير الأمور كلها سريعا في الطريق، لأنك اتفقت مع الخصم. جميلة أوي، اتفقت مع الخصم يعني تبت، يعني توافقت مع كلمة ربنا. نقولها تاني، دي بيقول إيه؟ إن صارت لك إرادة صالحة مع خصمك، يعني تبت وسمعت كلمة ربنا واتفقت معه، فستجد عوض القاضي أبا وعوض الشرطي القاسي ملاكا يحملك إلى حضن إبراهيم. وعوض السجن تجد الفردوس. انظر كيف تتغير الأمور كلها سريعا في الطريق، لأنك اتفقت مع الخصم، يعني تبت وسمعت لعمل لكلمة ربنا جواك. نختم ببعض مقتطفات كده من عظة القديس كيرلس الكبير رقم 95. بيقول إيه تعقيبا على الجزء اللي احنا قريناه ده عن تمييز زمن المسيح؟ فبيقول: أولئك الأطباء المدققون في عملهم والذين صاروا ماهرين بالممارسة الكثيرة. طبعا الأطباء في زمنه يعني كانش الدراسات زي دلوقتي، لكن برضو كانوا بياخدوا خبرة وبيتعلموا. فبيقولك الذين صاروا ماهرين بالممارسة الكثيرة يشفون المرضى من أمراضهم باستخدام أنواع متعددة من الأدوية، والتي بواسطتها يسكنون آلام الناس المبرحة. هذا ما يفعله المسيح مخلص الكل هنا أيضا. دايما هو يلقب المسيح بمخلص الكل. هذا ما يفعله المسيح مخلص الكل هنا أيضا، لأنه طبيب الأرواح وهو يخلصنا من أمراض النفس. لأنه قال أيضا بواسطة واحد من الأنبياء القديسين: ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم. دي في إرميا 3:22. وإذ قد عرف النبي إرميا هذا الأمر قدم توسلاته إليه بهذه الكلمات، دي في إرميا 17: اشفيني يا رب فأشفى، خلصني فأخلص، لأنك أنت مجدي، أو بحسب العبري لأنك أنت تسبحتي. فبيقول له اشفيني فأشفى، خلصني فأخلص، عشان هو الطبيب الشافي. لاحظوا كيف يعد لنا دواء النصح. النصيحة بتاعت ربنا دي دواء. ليس كما اعتاد أن يوجه كلاما مباشرا، بل إنجاز القول يخلطه، وكما لو كان ينسج معه صورا توضيحية مأخوذة من أمثلة ليجعل الحديث أكثر نفعا جدا. يقصد يعني الأمثلة بتاعت
علامات السماء، وانتوا تبقوا شطار كده في معرفة المناخ، امتى يبقى حر وامتى يبقى مطر. فربنا بياخد النصيحة بتاعته يخلطها لنا بأمثلة من الحياة كده علشان ايه، ينبهنا ويوصل لنا الرسالة كويس. بعد كده بيتكلم بقى على ازاي ان زمن المسيح واضح، وان المفروض انه تكونوا فاهمين. يعني بيقول ان الناموس اظهر مقدما سر المسيح، وانه بالتأكيد سوف يشرق في الازمنة الاخيرة على سكان الارض، وانه سيصير ذبيحة لاجل خلاص الجميع، لان الناموس قد اوصى ايضا بذبح حمل كمثال له نحو المساء، يعني معروف قصة خروف الفصح، وعند إضاءة المصابيح، يعني دي في سفر الخروج إصحاح 12. نفهم أنه عندما يميل العالم إلى نهايته مثل النهار عند المساء، يعني زي ما قال في آخر الزمان أو في ملء الزمان، جه ربنا في آخر الأيام. فعندما يميل العالم إلى نهايته مثل النهار، فإنه ستتم الآلام العظيمة والثمينة والخلاصية حقا، وينفتح باب الخلاص على مصراعيه لأولئك الذين يؤمنون به، ويكون نصيبهم سعادة غامرة. لأننا نجد أيضا المسيح يدعو العروس في نشيد الأنشاد، والتي تمثل شخصية الكنيسة. دي حتة كده على الماشي بتوري ازاي ان نشيد الانشاد ده بنفهمه ازاي. العروس في سفر النشيد هي الكنيسة. المسيح يدعو العروس في نشيد الانشاد والتي تمثل شخصية الكنيسة، ويصفها بتلك الكلمات، دي في نشيد 2، يقول: قومي تعالي يا حبيبتي يا جميلتي، لان الشتاء قد مضى والمطر مر وزال، والزهور ظهرت في الارض وبلغ اوان القضب. يعني جه وقت إن الزهور تطلع ثمار وتتقطف. فبيقول يعني إن السيد المسيح علامات الزمان جات، والمفروض إن خلاص أهو ظهر، والعهد القديم تنبأ عنه في أكتر من موقع. وهكذا عندما يكلم اليهود يقول: الحق أقول لكم، إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. يعني بعد كل الإعداد بتاع العهد القديم ده، لو انتوا ما امنتوش ان انا الله اللي جاي اخلصكم، يبقى فاتت منكم الفرصة وهتموتوا في خطاياكم. الانبياء الطوبويون بشروا بسر المسيح بطرق متنوعة. الحقيقة هو ذكر حاجات كتيرة، انا عشان الوقت يعني باخد مقتطفات بس. هكذا قيل في موضع ما عن الاسرائيليين الذين انتهكوا ناموس موسى: كخزي السارق اذا وجد هكذا يكون خزي بني اسرائيل. للأسف دي جاية في إرميا 2، إنه يعني الإنسان اللي بيفوته حاجة زي كده وما يشوفش مخلصه ويرفضه، ده يبقى زي ما بيقول عنهم كده: كخزي السارق إذا وجد، يعني زي اللي بيسرق حاجة واتقفش، قد إيه يبقى يعني في قمة الإحراج. ده هكذا يكون خزي بني إسرائيل. لكن الذين هم في المسيح بالإيمان ويفلتون من دنس الخطية، هؤلاء يكونون ليس فقط غير مملوئين بالخزي، بل تكون لهم تلك الدالة التي تليق بالأحرار. يبقوا مش بس كده مليانين، ما عندهمش أبدا خزي، لكن يبقوا كمان مليانين بالكرامة، وعاشوا في حرية مجد أولاد الله. كان من واجبهم على اليهود، يعني كان من واجبهم، نعم من واجبهم لكونهم يملكون الفهم ويقدرون أن يميزوا وجه السماء والأرض، أن يفحصوا الأمور المستقبلة أيضا. لا ينبغي لهم أن يدعوا زمن الخلاص يعبر عليهم دون أن ينتبهوا له. ذلك الزمن الذي جاء فيه مخلصنا، الزمن الذي فيه وصلت معرفة الحق الكاملة إلى البشرية بتجسد المسيح، وأشرقت النعمة التي تطهر الخطاة. وذلك ليس بواسطة الناموس، لأن الناموس لا يكمل شيئا، إذ له فقط الأمثلة والظلال. الناموس بس مجرد فيه الأمثلة وفيه الظلال، بل بالأولى الإيمان بالمسيح، هو ده إشراق النعمة علينا بالإيمان بالمسيح. لذلك فمن واجبنا أن نسهر ونسعى بسرعة لكي نصل إلى الخلاص من خطايانا. أما الوسيلة للإفلات من اللوم، هنا بدأ يدخل في المثل بتاع القاضي ده،
الخصم القاضي. الوسيلة للإفلات من اللوم قبل أن نصل إلى نهاية حياتنا الطبيعية فإنه أظهرها بقوله المثل بتاع القاضي ده. ربما يتخيل البعض أن معنى هذا النص عسير الفهم، لكنه سيصير سهلا جدا لو فحصنا هذا التشبيه بما يحدث بيننا، وهو يقول: لنفترض أن أحدهم قدم ضدك شكوى أمام أحد المسؤولين إلى المحكمة. يعني في واحد خصم قدم ضدك شكوى أمام أحد المسؤولين إلى المحكمة وجعلك تؤخذ إلى هناك. لذلك بينما أنت في الطريق، أي قبل أن تصل إلى القاضي، اجتهد، أي لا تمل من استخدام كل جهدك حتى تتخلص منه، وإلا سيسلمك للقاضي، وآنذاك عندما يثبت أنك مدين له فإنك ستسلم إلى الحاكم، والحاكم يلقي بك في السجن حتى توفي الفلس الأخير. بيفسرها بطريقة جميلة أوي القديس كيرلس، يقول: نحن كلنا بلا استثناء الذين على الأرض مدانون بالآثام، كلنا مديونين بخطايانا، والذي له قضية ضدنا ويلومنا هو الشيطان الخبيث. حط هنا الخصم الشيطان، لأنه هو العدو والمنتقم. لذلك بينما نحن في الطريق، أي لم نصل بعد إلى نهاية حياتنا هنا على الأرض، يعني لنخلص نفوسنا منه، لازم نتخلص من هذا الخصم، لنخلص نفوسنا منه، لنتخلص من خطايانا التي نحن قد أذنبنا بها، فنغلق فمه ونتمسك بالنعمة أي بالمسيح، هذه التي تحررنا من كل دين وعقوبة. نطرد الشيطان ونتمسك بنعمة ربنا اللي بتحررنا من كل دين وعقوبة، تخلصنا من الخوف والعذاب، لئلا إن لم نتطهر من دنسنا فإننا نقف أمام القاضي ونسلم إلى الحاكم أي المعذبين الذين لا يمكن لأحد أن يفلت من قساوتهم. بعد كده يختم القديس كيرلس ويقول: إن الذين يفتشون عن زمن مجيء المسيح ولا يجهلون سره، بل يعرفون جيدا أنه أن الكلمة مع أنه إله أشرق على سكان الأرض وأنه صار مثلنا كواحد منا، هؤلاء هم بعيدون تماما عن هذا الخطر. اللي عرفوا سر المسيح، اللي قبلوه لأن هو جه وأشرق علينا في الأرض وصار كواحد مثلنا، هؤلاء هم بعيدون تماما عن هذا الخطر. فالمسيح يحررهم من كل لوم، وهو يبارك بغبطة زائدة أولئك الذين يؤمنون به ويعترفون به كإله وابن الله. فدخلوا في الإيمان بالمسيح، ودخلوا العضوية جسده، ودخلوا في شركة الحياة الأبدية معاه من النهاردة. دول ما فيش خوف عليهم، لأنه هو هيحررهم وهيبررهم. له كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك على محبتك وعلى عنايتك بينا، نشكرك على نور كلامك المحيي اللي بينبهنا وبيحذرنا وبيدينا فرصة باستمرار عشان ويشجعنا على التوبة، علشان ما يجيش الوقت اللي نلاقي نفسنا مديونين ويحكم علينا. ادينا يا ربي نعمة ان احنا نسلمك حياتنا باستمرار، معترفين بضعفنا وبعجزنا، وطالبين وملتمسين نعمتك وغفرانك ومرحمك. ادينا يا ربي ان احنا نفرح بكلامك باستمرار ونعيش يا رب، نعمل به، يسكن فينا، يقود خطواتنا، ينير أذهاننا وقلوبنا. بارك يا ربي شعبك وأولادك في كل مكان، وكل من طلبوا أن نذكرهم أمامك اذكرهم بمرحمك يا رب، لأنك أنت ملجأ المساكين ومعين من ليس له معين. من أجل شفاعة أمنا الست العذراء، من أجل بركة كاروزنا مريم ورؤوس كل مصاف قديسين، اقبلنا واستجبنا عندما ننادي الآب بدالة البنين كما علمتنا قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة،
لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. سلام الرب يكون معكم.